الخامسة بالتوقيت المحلي، أهلا بكم وموجز لآخر وأهم الأنباء من القاهرة عاصمة الخبر. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حتى الآن مخالفة لما توقعه الإعلام والجمهوريون على حد سواء. وفي كلمة له قال بايدن إن الانتخابات النصفية شهدت أفضل أداء للحزب الديمقراطي على مستوى حكام الولايات منذ سنوات طويلة، معلنا نيته للترشح لولاية رئاسية ثانية. أوضح بايدن أن الشعب الأمريكي بعث رسالة من خلال هذه الانتخابات بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار. هذا وأبدى بايدن استعداده للتعاون مع الجمهوريين من أجل خدمة الولايات المتحدة. مع استمرار فرز الأصوات في العديد من الولايات، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي حتى الآن أظهرت تحقيق الحزب الجمهوري تقدما مع نظيره أو على نظيره الديمقراطي، ويتقدم الجمهوريون في مجلس النواب ب 211 مقعدا مقابل 194 للديمقراطيين. هذا وتتحقق الأغلبية في مجلس النواب بالوصول إلى 218 مقعدا. وفي مجلس الشيوخ يتقدم الحزب الجمهوري بفارق مقعد واحد، حيث حصد الجمهوريون 49 مقعدا بينما حصل الديمقراطيون على 48 مقعدا لكليهما، في حين تتحقق الأغلبية بالوصول إلى 51 مقعد. نقلت وكالة رويترز للأنباء تصريحات لمسؤول عسكري أمريكي أكد خلالها ثمة تقديرات تفيد بمقتل وإصابة أكثر من 100,000 جندي روسي و 100,000 جندي أوكراني خلال العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية. وعلى صعيد متصل، أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خرسون جنوبي أوكرانيا. هذا واعتبر قائد العمليات الروسية في أوكرانيا سيرجي سورو فينكين أن الخيار الأكثر ملائمة هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبرو، مشيرا إلى أن الوضع في منطقة العملية الخاصة مستقر بشكل كبير. تفقد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ منشأة عسكرية يتولى فيها الجيش البريطاني تدريب جنود أوكرانيين. وعقب ذلك التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في داونينغ ستريت. من جانبه أكد سوناك أن المملكة المتحدة ستواصل دورها الحيوي في حلف شمال الأطلسي. تتواصل في شرم الشيخ أعمال الدورة 27 للقمة العالمية للمناخ كوب 27. هذا وأطلقت رئاسة كوب 27 خطة عالمية لمساعدة المجتمعات الأشد فقرا في العالم على الصمود من أجل مواجهة أثار الاحتباس الحراري. هذا وتطرح الخطة التي تم الكشف عنها باسم أجندة شرم الشيخ للتكيف، تطرح 30 هدفا للوصول إليها بحلول نهاية العقد لتحسين حياة 4 مليار نسمة. أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي ترأسها وفدا من الكونغرس الأمريكي للمشاركة في فعاليات مؤتمر كوب 27. أضافت بيلوسي أن الوفد سيشارك أيضا في الاجتماعات الخاصة بنهوض العمل المناخي وحماية كوكب الأرض، مجددة التزام الكونغرس بمواصلة التقدم الذي تحقق في معالجة قضايا التغيرات المناخية. صرح عمر عامر سفير مصر في أثينا بأن السفارة واصلت اتصالاتها مع السلطات المصرية لتمكين أهالي ضحايا المركب الغارق أمام السواحل اليونانية لتمكينهم من سرعة إجراء تحليل دي إن إيه. وطلبت السلطات اليونانية تحليل دي إن إيه ليتسنى مطابقة الجثامين والتعرف عليها واستصدار موافقة السلطات اليونانية على نقل الجثامين إلى ذويهم في مصر.
نهاية الموجز، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، ويوتيوب. ويمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. مشاهدينا، إلى هنا أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. هنا عاصمة الخبر.